دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور وليد، تقليد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمل رمزية المكان وأيضا التوجه المصري في الصناعات النظيفة والحفاظ على البيئة، كيف ترى هذا الأمر؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. واليوم يحتفل السيد الرئيس بعيد العمال مع العمال وفي مواقعهم لنعيد لحظة كانت لحظة مهمة جدا، حيث كان الرئيس دائما ما يقول مع العمال في فترات كورونا، حيث كان الرئيس الوحيد على مستوى العالم الذي كان ينزل بنفسه ليتأكد من التدابير الاحترازية في مواقع العمل خلال فترة كورونا. السيد الرئيس يهتم اهتمام شديد بالعمال، حصل العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكاتب لم يحصلوا عليها من قبل، هكذا نجد ان الحد الادنى للاجور يصل الى 6000 جنيه لاول مره في التاريخ، في رقم ربما تجاوز كل المطالبات وكل التصورات. رعايه العامل في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رعايه شامله بتشمل كل الامور، بتبدا هذه الرعايه من توفير الدخل العادل الذي تتم مراجعته بصورة دورية، وكذلك توفير التدريب والتأهيل الذي يؤهل العامل أن يكون كفئا لكي يكون يعطي عطاء جيدا للمستثمر ويعطي عطاء جيدا في الموقع الذي هو فيه، حتى يرتفع إنتاج الوحدة الإنتاجية التي يشارك فيها بصورة تؤدي إلى تعزيز القدرة على حصوله على الأجر اللازم، وكذلك إخراج منتج نهائي لائق يكون مناسب للسوق المحلية ومنافس في السوق الدولية. المنظومة العمالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتجاوز التفكير في العامل الحالي، وهي تفكر أيضا في العامل المستقبلي الذي يتم إعداده من خلال المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية التي تنتشر في مصر لكي تربط ما بين التعليم وما بين احتياجات سوق العمل، فاحتياجات سوق العمل واحتياجات المستثمرين كانت هي المحرك الدافع الى انشاء جامعات تكنولوجيه وجهات تخرج التكنولوجي لكي تنتقل نعم. من مفهوم العامل هي عدد من الاركان اذا لدعم العماله المصريه بكافه اطرافها والمشاركين فيها بالطبع، لكن اليوم يستوقفنا فكرة تعظيم الشعار توفير المنتج بالجودة الواجبة والإتاحة بأسعار مناسبة في داخل السوق المصري لمنتج يحمل صنع في مصر ومن مصنع أو مجمع كبير يعمل بالطاقة النظيفة. طبعا الجودة والطاقة النظيفة العنصرين دول عنصرين مهمين جدا، لأن هم اللي بيجعلوا هناك تنافسية للمنتج المصري في الخارج. هناك الكثير من الدول التي أصبحت تراجع مسألة الطاقة التي يتم الإنتاج بها، فالطاقة النظيفة المنتجات التي يتم إنتاجها وتصنيعها بالطاقة النظيفة بيكون لها أولوية في دخول الكثير من الأسواق، كما أن الجودة يعني شيء مهم جدا ليس فقط للتصدير ولكن في الداخل المصري، حتى يستطيع المنتج المصري أن يقوم بمنافسة وأن يكون لديه منافسة، أن يكون منافس جدا في السوق المحلية وقادر على النفاذ في الأسواق الدولية التي تتطلب معدلات ومستويات جودة معينة. المنتج المصري نجح في النفاذ إلى الأسواق بصورة جيدة، سيما أنا عايز أركز إن المنتج الزراعي في الصناعات الغذائية على وجه التحديد أيضا كان له دور مهم جدا وتابعناه في كورونا، وكان له منافس كبيرة جدا في المنطقة. في ظل عالم لديه مشكلات في سلاسل الإمداد بتكتسب مصر ميزة نسبية هامة جدا في أن الصناعة في مصر يمكن أن تنفذ إلى الدول العربية وإلى الدول الإفريقية، من هنا فإن الجودة أصبحت مهمة جدا للنفاذ إلى هذه الأسواق من أجل تعزيز الميزة التنافسية الموجودة بالفعل للاقتصاد المصري. نعم، تقليل الاستيراد زيادة الصادرات وتقليل الطلب على العملة الأجنبية المختلفة وهذا المردود الاقتصادي المنشود بالنسبة لتوطين الصناعة في الداخل المصري، كيف ترى هذا الملف تحديدا ونهج الدولة المصرية في هذا الصدد؟ هو الفيصل في كل ذلك هي كلمة زيادة الإنتاج، عبارة زيادة الإنتاج هي اللي هتحل كل مشاكلنا. عندما يكون لدينا إنتاج
سيترتب عليه إحلال الواردات بأن يكون المنتج المصري يحل محل الواردات من الخارج، وأيضا يكون لدينا منتج يزيد عن احتياجات السوق المحلية ويكون جاهز لتصديره. زيادة الإنتاج حتى نصل إليها يجب أن تكون في إطار من استغلال الميزان التنافسية، وفي إطار من مراعاة اعتبارات التكلفة ومراعاة كافة الاعتبارات الأخرى. من هنا فوفقا لاستراتيجية تطوير الصناعة المصرية بنلاقي أن الدولة بتستهدف صناعات معينة بتراجعها وبتقدم لها الحوافز. الدولة لا تفرض على المستثمر صناعات معينة، ولكنها بتكون قادرة من خلال ما تقدمه من حوافز توجيه المستثمرين إلى الاستثمار في قطاعات معينة وفي نعم. وفق احتياجات المجتمع والتوجه أيضا للتصدير للخارج وعدالة التوزيع، إلى حتى يكون هناك صناعة في كل أنحاء الوطن، حتى تكون التنمية عادلة، لأن شعار التنمية وتوجه التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تنمية عادلة تشمل كافة مناطق الجمهورية. هكذا نجد أن من خلال الخريطة الاستثمارية والحوافز بيتم توجيه المستثمر بصورة تجعله يتخذ القرار بأن يستثمر في محافظة معينة، فمع شريحة المستثمرين نجد أن كل المحافظات المصرية بها صناعة. نعم. الاقتصاد غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة من الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة المصرية، كيف تسهم هذه العمالة عند دمجها مع الاقتصاد الرسمي في دعم الاقتصاد القومي للجمهورية بشكل عام؟ وطبعا يعني لا نريد جلد انفسنا، الاقتصاد غير الرسمي موجود في كل دول العالم، ربما تكون نسبته موجوده في مصر اكبر، والدوله المصريه حريصه على دمجه، حرصها على دمج الاقتصاد غير الرسمي او اكبر قدر من الاقتصاد غير الرسمي الى الرسميه، ده حرصا على حقوق المستثمر، حرصا على حقوق العامل، حرصا على تنظيم العمليه الانتاجيه واظهار الاقتصاد المصري في قوته الحقيقيه. الانضمام الى الرسميه بيعطي مزايا للمستثمر متمثله في قدرته على الحصول على تعاقدات حكوميه والحصول على حوافز وضمانات بتقدمها الحكومه، نفس الوقت بيقدم للعامل اطار من الامان في مجال تطبيق الحد الادنى للاجور وتطبيق المزايا الاجتماعيه التي يتم تنظيمها بالقوانين الرسميه، وفي نفس الوقت بيساعد على تقديم منتج مطابق للمواصفات يخضع للرقابه والجوده من الجهات الرسميه، ويحصل على الاجازات الرسميه التي تساعده على النفاذ الى السوق المصريه والسوق الدوليه. فالانضمام الى الرسميه ليس عبئا، بالعكس هو ميزه الى الجميع. هناك اجراءات قامت بها الدوله ونجحت من خلالها بضم جانب كبير من الاقتصاد غير الرسمي، ولكن لا زالت الطموحات كبيره ولا زالت المجهودات كبيره لضم هذا القطاع من خلال الحوافز ومن خلال الاجراءات التحفيزيه التي تحفز هذا القطاع وتحفز مستثمري هذا القطاع الى الانضمام الى الرسميه. نعم. محفزات العامل المصري وزياده الانتاجيه، كيف ترى هذه المعادله وما هو المردود الايجابي على الدوله؟ طبعا هو الـ كل حافز يؤدي الى زياده الانتاج له تاثير ايجابي على العمليه الانتاجيه. الدوله قامت بمجهودات كبيره جدا وقامت بحوافز كبيره جدا. انا عايز اقول ان يعني احنا كمواطنين كنا بنلتمس العذر للقطاع الخاص في انه لم يكن مستجيبا بصوره كامله، لان كان في ظروف صعبه جدا، يعني كان صعب عليا ان انا نطالب القطاع الخاص بالعمل في فترة كورونا في ظل حالة من التوقف وحالة من عدم القدرة على الاستهلاك خلال فترة كورونا. كان صعب علينا ان احنا نطالب القطاع الخاص انه يعمل في فترات الاضطراب السياسي وحوادث الارهاب. اليوم الدولة المصرية قدرت توفر الامن وتم القضاء على الارهاب نهائيا. الدولة المصرية قدرت تتجاوز تداعيات كورونا. الدولة المصرية قدرت توفر كمان بنية تحتية ومناخ استثماري جيد على مستوى البنية التحتية والبنية التشريعية والانخراط في التكتلات العالمية. اليوم أصبح مناخ مناسب جدا للاستثمار. اليوم في ظل الاضطرابات والمشكلات السياسية ومشكلات سلاسل الإمداد هناك ميزة نسبية للاقتصاد المصري. هذه اللحظة لحظة تاريخية ليعمل القطاع الخاص، والدولة بتدفع إلى هذه اللحظة وبتدفع القطاع الخاص إلى مزيد من الاستجابة لما تقدمه له الدولة من مزايا وضمانات من أجل زيادة الإنتاج المصري وتوفير فرص عمل أكثر للعمالة المصرية. الدولة المصرية حريصة في المرحلة القادمة أن يقود القطاع الخاص وأن تقود استثمارات القطاع الخاص
عملية التنمية وصناعة فرص العمل. قامت الدولة بالكثير من الإجراءات خلال الفترات الماضية، وكنا نلتمس العذر للقطاع الخاص. اليوم نطالب القطاع الخاص بالاستجابة، ونطالب القطاع الخاص بمزيد من العمل والتفاعل مع ما تقدمه له الدولة من مزايا وضمانات، وما قدمته له من بيئة تشريعية وبيئة من كل العناصر التي من الممكن أن تساعده على العمل. نعم، فكرة ربط الإنتاج بالعمل أو ربط العمل بالإنتاج لتحفيز المستثمر الوطني والأجنبي والعاملين لبذل المزيد من الجهد، وهو من المواد الهامة في مشروع القانون الخاص بالعمل تحت أروقة مجلس النواب المصري. تحديدا تأثير مثل هذا البند أو مردوداته على حركة الاستثمار في مصر. هو طبعا ربط الأجر بالعمل ده شيء العامل المصري سعيد بيه وما عندوش أي مشكلة معاه، والعامل المصري هو عامل لديه القدرة على الإنتاج بصورة كبيرة جدا. لكن العامل المصري كانت بتقابله مشكلة قبل كده، وهي تقادم الفن الإنتاجي للآلة. الآلة نفسها القديمة، يعني لما بنشوف مصانع الغزل والنسيج اللي كانت بتشتغل بآلات متقدمة من الأربعينات وخمسينات القرن الماضي، العامل المصري كان مظلوم فيها. لكن النهارده لما بنشوف المصانع الجديدة، ولما بنشوف الدولة بتنشئ أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم في المحلة الكبرى بأحدث تكنولوجيا بأحدث آلات، إذا العامل المصري لما بيهيئ إليه التكنولوجيا سينتج وسيقوم بإنتاج أكبر بكثير من أي شيء، وهيكون له مردود على الدخل الخاص به. فهذه العملية وربط الأجر بالإنتاج شيء يسعد يسعد العامل المصري، طالما أنه توافرت له التكنولوجيا والفن الإنتاجي، وهو ما يحدث حاليا في الدولة المصرية، سواء على مستوى المصانع اللي بتقوم بها الدولة أو المصانع اللي بيقوم بها القطاع الخاص على أحدث طراز، وبنتابعها في الزيارات الحكومية اللي بنشوف فيها إزاي إن الدولة المصرية أصبحت بتمتلك قدرات إنتاجية تكنولوجيا عالية، وهي في سبيلها إلى تطويرها إلى مزيد بإذن الله. نعم، أيضا فكرة التنافسية داخل السوق المصري ومواكبة التكنولوجيا وعالم متغير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومواكبة السوق المصري واحتياجاته من مخرجات تعليمية مختلفة لمثل هذا التطور. وطبعا يعني احنا نفسنا كنا متفاجئين في كورونا ازاي ان عندنا دنيا تكنولوجية، وكان على شبكة انترنت قدرت الدولة المصرية من خلالها تقوم بامتحانات الثانوية العامة، وقدرت ان يتم من خلالها العمل بالمنزل لقطاعات كبيرة من الانتاج من الشركات في كل القطاعات. الدولة المصرية انفقت انفاق هائل جدا في بناء بنية تكنولوجية تتناسب مع الوضع الحالي وتتناسب مع الظروف المستقبلية، وتكون جاهزة للتفاعل مع الآلات والمصانع الجديدة. هذه البنية قامت الدولة من خلالها بالفعل بتشغيل الكثير من فرص العمل في تلك البنية، ومع ذلك لا زلنا أمام مراحل كثيرة قادمة من أجل تطوير ذلك. تطوير التكنولوجي بتتبناه الدولة على مستوى توفير تلك البنية التحتية، وفي نفس الوقت من خلال التوسع في كليات الذكاء الاصطناعي والكليات المتعلقة بالحاسب الآلي وغيرها من مجالات التكنولوجيا اللي بيتم من خلالها تأهيل، عايز أقول العامل، يعني الدولة بتنتقل بالعامل المصري من مفهوم العامل إلى مفهوم التكنولوجي. هذا التكنولوجي الذي سيتعامل مع الآلة الحديثة بمؤهل عالي بتدريب جيد. نعم، وضحت الفكرة دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر.